كلنا بنسمع عن التستوستيرون بوسترز او المحفزات للتستوستيرون، تقريبا كلنا بنشوف الحاجات دي في الصيدليات اللي موجودة في كل حتة قدامنا. وهل التستوستيرون بوسترز دي فعلا مفيدة للجسم؟ وهل مفيدة لزيادة العضل او زيادة القدرة الجنسية؟ تعالوا النهاردة نتعرف على الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم جدا وبالذات عند الشباب الصغيرة اللي هي بتحاول ان هي تزود عضلات في الجيم علشان خاطر ان هي توصل لمرحلة معينة زي اللي بيشوفوهم مع اصحابهم او زي اللي بيشوفوهم في المسابقات بتاعة كمال الاجسام. وهل ده فعلا ليه خطورة ولا ملوش خطورة؟ انتم النهاردة مع محمد خيري اخصائي التغذية الرياضية من الـ AFTA. Check the mic and make sure it sound right, boys. بوسترز، التستوستيرون هي غدة موجودة عند الرجال محفزة للنشاط بتاع الهرمون نفسه اللي هو بيكبر العضلات وبيخلي الذكر بيبقى ليه شكل مواصفات معين بعيدا عن الأنثى. التستوستيرون هو ده المحفز الأساسي في الجسم للرجال لزيادة القدرة الجنسية وزيادة القوة العضلية، وكمان بيساعد على زيادة النشاط الجنسي عند الرجال في فترة معينة. وهو ده الغدة اللي بتخلي الراجل ان هو او الطفل او الشاب اللي هو بيبقى مثلا في عمر الـ 12 سنة بيبتدي يحصل له تغيرات في جسمه وفي شكله، وبيطلع له الشنب وبيطلع له الدقن في وقت معين. التستوستيرون هو مادة مهمة جدا فعلا زي ما احنا اتكلمنا عليها، ولكن مش كل حاجة احنا بنقدر نشوفها قدامنا تبقى مهمة لجسمنا، وبالذات لو هي بتتاخد في عوامل خارجية. يعني مثلا الناس اللي هي بتروح لحتة المنشطات، المنشطات دي يا جماعة هي عبارة عن يا اما ساعات بتبقى حاجات انابوليكس او اندروجينز، والانابوليكس غير الاندروجينز. الاندروجينز هي بتعتبر من الحاجات المؤثرة على محفز التستوستيرون وبتعمل زي قفل او شوتينج داون للتستوستيرون في الجسم، وبتدي ان التستوستيرون بيتاخد من بره بشكل معين كميه معينه، فبتخلي التستوستيرون اللي جوه الغده اللي عندك بتتقفل تماما لفتره معينه لغايه ما بتستعيد النشاط بتاعها بعد ما بيخلص الكورس بتاع المنشطات اللي هو بياخده. طب ده فايدته ايه، او ده محفز لايه، او ده بيعمل ايه؟ اللي بيحصل ان طبعا ان لو انت بتطلع النسبة دي او جسمك بيطلع النسبة دي برقم مثلا نسي واحد، التستوستيرون اللي هو بيتاخد من بره وفي حاجات كتيرة قوي بتتاخد ممكن تبقى 10 أضعاف الرقم ده. فاللي بيحصل ان الغدة بدل ما بتطلع في جسمك حاجة محفزة لنشاط معين، بيبتدي ان هي بتطلع بكمية كبيرة علشان خاطر ان العضلات بتاعة الجسم تزيد. ولكن طبعا مش شرط ان انا عشان كبرت عضلاتي فبالتالي يبقى انا كده ماشي بصحة معينة او ماشي بشكل معين. فالناس بتفتكر عشان زيادة حجم العضلة في الجسم يبقى هنا الكفاءة بتاعته في كل حاجة، وسواء ممكن تبقى في الكفاءة الجنسية كمان. خلي بالك ان الكفاءة الجنسية ما تعتمدش بس على التستوستيرون، لا، هي بتعتمد على كل الغدد اللي موجودة في جسمك. لان المحفز بتاع التستوستيرون بس هو مجرد ان هو بيطلع عشان يزود شكل معين او يعمل حاجة كفاءة معينة في الجسم، ولكن مش معنى ان الكفاءة دي زادت بشكل معين ان كل جسمك هيبتدي يتعامل معاها بالشكل اللي انت شايفه. بالعكس تماما، لان انت ما بتاخد التستوستيرون من بره بيبتدي جسمك او الغدد بتاعتك ما بتتقبلش حجم التستوستيرون اللي انت خدته من بره، فبالتالي بيحصل اضطراب هرموني في جسمك، وممكن ده يأثر على بقية الغدد الموجودة حواليها سواء اذا كانت الغدة الدرقية او الغدد الصماء. فخلي بالك من موضوع التستوستيرون ده، لان التستوستيرون ده عامل مهم جدا بالنسبة ليك كشاب صغير، لكن ما تبصش على الابطال اللي هي بتروح تاخد الغدد او بتاخد المنشطات دي من بره، لان دول بيبقوا واخدين حاجات معينة او كورسات معينة معتمدة عليها، مش بس التستوستيرون، لا، ده في حاجات محفزة تانية بتقدر ان هي تخلي الموضوع ده يبقى مكتمل بشكل معين في الكومبيتيشن او في خلال الحاجات اللي هم بيعملوها في فترة معينة. ولكن التستوستيرون بوسترز اللي هي مثلا في العلب اللي انت بتشوفها موجودة في الصيدليات، التستوستيرون بوسترز دي بتبقى فيها زي مواد محفزة لزيادة الغدة نفسها، مش بتأثر او مش بتعمل شوتينج داون او مش بتقفل الغدة وبتستعيد بحاجة من برة عليها. فبالتالي انت هنا ساعتها بتقدر ان انت تحفز الهرمون بشكل معين وبيطلع بشكل معين في جسمك. ولكن بمعنى كده، هل التستوستيرون اللي موجود او العلب اللي موجودة او الحاجات السبليمنتس اللي احنا بنشوفها دي فعلا مفيدة لجسمك
وهل فعلا ان ده ممكن ان انت تعتمد عليه بشكل كبير جدا بحيث ان انت تقدر ان انت تعتمد مثلا على السبلمنت ده، فبالتالي ان انت ما تاخدش او بالتالي ان انت تزود القدرة الجنسية بتاعتك او القدرة العضلية بتاعتك؟ لازم تعرف ان برضو السبلمنتس مش مجرد ان هي علشان اخدت السبلمنت ده فبالتالي هتقدر ان انت توصل لمرحلة معينة زي لعيبة كمال الاجسام او الناس اللي انت بتشوفها بره في المنظمات او في الكومبيتيشنز او في المسابقات العالمية دي، لان ده مجرد ان انت زي بتدي بوش صغيرة او بتدي دفعة صغيرة للغدة نفسها ان هي تستمر في الانتاج بتاع الهرمون نفسه، ولكن مش معنى كده ان هي هتعمل الزيادة اللي انت متخيلها في جسمك. الزيادة اللي انت متخيلها في جسمك دي زي ما قلنا هي في موضوع المنشطات، والمنشطات دي يا جماعة ليها اثار سلبية مع الوقت، يمكن الناس او الشباب الصغيرة ما تقدرش تتوقعها الا ما توصل في مرحلة فوق الـ30 سنة وفوق الـ40، وبتشوف الحاجات دي مع الوقت. احنا شفنا كتير قوي من الشباب اللي بتخش الكومبيتيشنز او بتخش المسابقات العالمية وللأسف في اما بيحصل لها بعد كده اضطرابات في الهرمونات، او ان هي ممكن لا قدر الله بيحصل لها حالة وفاة في سن صغير جدا، لان بيبقى مش مجرد بس ان هو بياخد الهرمون ده، لا ده بياخد معاه حاجات تانية عشان تقدر زي ما احنا قلنا انك تكمل العملية بتاعت المنشطات او المحفزات للعضلة وزيادة العضلة في وقت الكومبيتيشن زي ما احنا اتكلمنا عليها. ولكن خلي بالك ان انت زي ما نرجع تاني لحتة السبلمنتس مش محفز للهرمون على قد ما هو زي ما بنقول كده بوش او دفعة صغيرة للهرمون ان هو يطلع بالانتاج بتاعه اليومي العادي، فبالتالي مش هيقدر ان هو يغير لك جسمك بالشكل اللي انت متخيل، لكن هو بيدي دفعة لجسمك علشان ان انت تقدر تمارس انشطة او تمارس الحاجات اللي انت بتعملها او زيادة القدرة الجنسية. ولكن بعض الابحاث اللي اتعملت ان شافت ان التستوستيرون بوسترز او السبلمنتس اللي هي بتشوفها في الصيدليات دي، قالوا ان السبلمنتس دي مش مؤثره للدرجه القويه الا لو اتخذت على فترات طويله. وعشان كده انا ما بنصحش ان اي حاجه سبلمنتس بالذات اللي هي بتخش في الغدد او موضوع الهرمونات والكلام ده كله ان انت تاخدها لفتره طويله، لان مش بس ان هي بتاثر على التستوستيرون او بتاثر على الغده، لكن بتاثر على الكبد والكلى كمان اللي هو مش بيقدر يستحمل حاجه زي كده على فتره طويله اكتر من شهر او شهرين، اللي هي ساعات ممكن توصل لست شهور. انت تحاول دايما ان انت تحفز الموضوع ده بشكل طبيعي. في اعشاب كتيره زي مثلا الحلبه كويسه جدا 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 لزياده الغده بتاعه التستوستيرون او زياده الهرمون بتاع التستوستيرون اكتر يمكن من السبلمنتس اللي انت ممكن تاخدها من بره، وده عن تجربه شخصيا. في ناس بتيجي تقول لا الحلبه دي مثلا ممكن تطلع ريحه وحشه في الجسم، لا انا مش مع الناس دي خالص، لان الحلبة الرسول عليه الصلاة والسلام رسولنا الكريم في الدين الاسلامي قال لو علمتم فوائد الحلبة لبدلتموها الصاع بالصاع، صاع الذهب بصاع الحلبة، يعني انت متخيل قوتها وفعاليتها قد ايه. فلازم تفهم كويس جدا ان الحلبة دي فعلا مش بس ان هي بتزود التستوستيرون، لا دي كمان ان هي بتساعد على كفاءة القدرة الجنسية، كمان بتخلي الكوليسترول في الجسم يقل، وبتساعد كمان الناس اللي هي عندها مثلا زي السكر عالي او الكلام ده كله ان هي كمان بتخفض السكر مع الوقت، فده مفيدة جدا بالذات لتايب 2 او النوع التاني من السكر اللي هو مش محتاج انسولين ولكن محتاج ترانسميتر او عامل محفز ان هو يوصل السكر للخلية اللي هو تايب 2 دايابيتس، فده بيبقى مهمة جدا. فانت متخيل انت بتاخد كومبو كامل من الحلبة. الحلبة فعلا مفيدة جدا وجربوها وعن تجربة، وانا بقولك ان فعلا لما تاخد الحلبة بشكل معين وفترة طويلة مش هتأثر على الكبد، مش هتأثر على الكلى، بالعكس ده هي هتنشط الكبد وهتنشط الكلى وهتنشط لك جسمك كله وهتساعدك على انت تقوم بحاجات بكفاءة جدا انت ما كنتش متخيلها قبل الموضوع ده. نهاية الموضوع يعني السبلمنتس دي يا جماعه لازم تتاخد بشكل معين مع اخصائي تغذيه، ما ينفعش ان انت تاخدها كده وخلاص عشان سمعت مثلا راي واحد او شفت حد مثلا بشكل معين او عن تجربه مثلا شاف اللي بيخش المسابقات ده بياخد الحاجات دي بشكل معين. خلي بالكم يا جماعه الناس دي اللي بتخش المسابقات بتتعامل مع دكاتره واخصائي تغذيه بشكل انت ممكن ما تتخيلوش، تمام؟ وبيحط لهم بروجرامز وبيحط لهم سبلمنتس بفتره معينه ويقفل ويفتح وامتى في اوف سيزن وامتى في السيزن، فالحاجات دي يعني موضوع كبير جدا، مش موضوع بس ان انا بشتري سبلمنت وخلاص. فانا لو انت عايز نصيحتي استمر على الحلبة
وحاول ان انت البروتين بتاعك ان انت تاخده صفشن جدا من جسمك، لان البروتين هو محفز برضو للهرمون بتاعك. في نفس الوقت كل الهرمونات اللي في جسمك بتعتمد على البروتين، كل الخلايا اللي في جسمك بتعتمد على البروتين، فالبروتين برضو مهم جدا. ما ينفعش ان انت تقل على نسبة معينة في الجسم الا وهي 1 جرام لكل كيلو جرام في جسمك. ده بالنسبة للشباب اللي هي بتروح الجيم، لازم ان انت تاخد 1 جرام لكل كيلو جرام في جسمك، علشان جسمك ان هو يقدر ان هو ينتج الهرمونات بتاعته بشكل كفاءة او بكفاءة عالية، وفي نفس الوقت كمان يساعد جسمك ان هو يزود العضل او يعمل ريكوفري للمسلز بعد ما انت بتخش الجيم، وبعد ما بتقطع فيها جوه في الجيم وانت ما بتيجي تلعب العضلات دي بتتقطع. البروتين بيعمل ريكوفري للموضوع ده، فخلي بالك وفكر كويس قبل ما تاخد سبلمنتس. ولو في اي حاجة استشرني تحت، اكتب تحت في التعليقات اللي انت عايزه، وان شاء الله ان انا هقدر اساعدك واشوف البروجرام بتاعك ماشي ازاي، وهقدر ان انا اكتب لك حاجات ان هي تقدر تساعدك في الجيم ان شاء الله. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية، وخلي بالكم موضوع التستوستيرون ده مش اي حد ان هو ياخده، وخلي بالكم جدا 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 مش اي حد يا جماعة يقدر ان هو يقول لك حاجة ان انت لازم تمشي وراه، لان في ناس كتيرة قوي تجهل الموضوع ده، والموضوع ده محتاج دراسة طويلة، وفي ناس كتير بتقعد في وقت طويل جدا عشان تقدر بس ان هي تعرفك ممكن السبلمنت ده ان هو يعمل ايه. فما تجربش حاجة في جسمك الا فعلا ما تكون متأكد منها، وتكون فعلا انت واثق فيها ان هي هتعمل لك او حتى ان هي هتنتج معاك او ان هي توصل معاك لشكل المناسب اللي انت متخيله بعد ما تستشير اخصائي تغذية. شكرا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية قريب. تنسوش ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات دي، ولو عجبتكم الحلقة النهاردة تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، وهستنى تعليقاتكم وشوفوا اللي انتوا عايزينه، وانا هقدر اساعدكم فيه في الحلقات الجاية برضو. شكرا.